انطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام، وتتوالى الأشواط في صباح هذا اليوم وأرضية ميدان المرموم لانطلاقات سن الفطامين بهذه الأثارة والحماس القوي. هزراف في الشوط الأول، صاحبة التوقيت الأفضل عندك يا بن جرش اللي يسهل، سلام لأهل الراشدية الصبح من المرموم يبناه على ظهر شقرة وحية، مركاضها والشكل شفناه سبوق فيها جاذبية تركض على صوت المناداة. يستاهل بن جرش، يستاهل بن جرش على هذا الفوز في الشوط الأول في هذا الصباح. انطلق مشاهدينا متابعينا الكرام أحد أشواطنا وهو الشوط الثامن في هذا الصباح، وخاص هذا الشوط بالجعدان. نسير مع المركز الأول والغزال رقم واحد حمدان بن خليفة بن محمد الدرعي يقود الجعدان ويتصدرهن، يلي في المركز الثاني شاهين سلطان بن محمد بن بخيت بن محمد العرياني على المركز الثاني. المركز الثالث شوف اللي وصل في المركز الثالث، هذا هو مشاهدينا متابعين الكرام لحمد بن راشد بن نايع الغفلي اللي هو صندل، ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع رقم ثلاثة هذا الزعفران لنايع بن راشد أيضا بالشاوي يتقدم. هذه الأسماء والشعارات العملاقة الحاضرة في هذا الشوط. نسير مع المراكز الأولى والتنافس، شوف الثلاثية الجميلة، ولكن الغزال حمدان بن خليفة بن محمد الدرعي يقود هذا المسار. بدأ التحرك، بدأ التحرك من زعفران، زعفران نايع بن راشد بن سيف والغزال صامد. الزعفران يحاول، الغزال صامد، الأمتار الأخيرة والأوامر صدرت، والمركز الثالث اللي فيه شاهين سلطان بن محمد بن بخيت العرياني. حرك العرياني، يا سلام يا سلام، الأمتار الأخيرة، الله، هذا الغزال لحمدان بن خليفة بن محمد الدرعي يصمد على الناموس والفوز، يستاهل أهالي الجنوب وأهالي القوع على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني زعفران لراشد بن سيف لنايع بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي. الثالث يا راعي مصيحه رقم ستة على ما اعتقد اللي هو صندل لحمدان بن راشد بن نايع الغفلي. هذه الثلاث المراكز والتوقيت الزمني دقيقتين وتسع ثواني. تهانينا وناموس للجميع.